بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مودا. وحقك يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي، فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي. يا حبيبي يا رسول الله، أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما بتغيبش عنا، لكن لما يجي ربيع أنواره بتتغمس في النسيم، فتعلها علينا نفحات ربنا بإن من أحب رسول الله ومن فرح برسول الله فرحنا به. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بفرح نبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا في حلقتنا اللي خصصناها للمولد بنفرح برسول الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالحمد لله على فرحتنا برسول الله. وأي حد ما تعلمش يفرح برسول الله يرجع تاني يتعلم إيمانه، لأن الفرح برسول الله ركن من أركان الإيمان وركن من أركان المحبة. لأن حضرة النبي اللي قال لنا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ونفسه التي بين جنبيه، أو من ولده ووالده ونفسه التي بين جنبيه. احنا نحبك يا رسول الله ونفرح بمحبتك. واسمح لنا في الحلقة دي نرحب بفضيلة الشيخ المنشد محمود خليف، ابني وحبيبي لطيف الجميل اللي صوته بيشرح القلب وبيخلينا في غاية السعادة والهنا وإحنا معاه. الله يسعدك يا سيد، أنا أسعد. الله يبارك في حضرتك ويزيدك نور وبركة وفتح وتوفيق وسداد. آمين. تعالى نتكلم عن نور من أنوار النبي صلى الله عليه وسلم، عشان إحنا مغموسين في أنوار حضرته. فنتكلم النهاردة زي ما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن نور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، عن نور الطريق، وكمان اتكلمنا عن نور الحنان ونور المحبة. تعالوا نتكلم النهاردة عن نور المحبة. احنا اتكلمنا عن نور الطريق ونور الحنان ونور الفهم، والنهاردة نتكلم عن نور المحبة. في نور عجيب لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان مالي بيته بيه. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أحب السيدة خديجة، وهي كانت أم الحنان، أو والله احنا بنسميها أم الحنان، هي والسيدة فاطمة البتول، ورثت الحنان من ستنا السيدة خديجة الكبرى عليهما السلام. وكانت ستنا خديجة بحنانها ده كله حضرة النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بنقول بالتعبير الدارج كده بيدوب في حبها، فهي أحبت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. واكتشفنا أن حبها لحضرته كان جاي من حبه ليها صلى الله عليه وسلم الحقيقة والله. وحضرة النبي أحبها بشدة، لدرجة أن حضرته علمنا معيار من معايير الحب الصادق. ايه بقى؟ هو ان الحب ما يعرفش بعد، ما يعرفش مسافات، ما يعرفش زمن، حتى لو البعد ده كان بين الحياة والموت فالحب يخترق حتى الموت، فالحب يفضل على طول. وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد جنب السيدة عائشة مرة، وما كانش بيتعمل عنده أكل ولا طبيخ ولا بتوقد النار لمدة شهرين أو هلالين، وكان بيمر عليهم وقت طويل وما يحصلش ده. فلما اتعمل طعام وكان فيه لحم وكان فيه ثريد، وده شيء مختلف مش دايما بيحصل في بيت حضرة النبي، فحضرة النبي إيه؟ يفتكر مين بقى؟ يفتكر حبيبته ونور عينه، يفتكر السيدة خديجة الكبرى، فيقول اللهم هالة. فادعو هالة دي، هالة دي اللي هي صاحبة السيدة خديجة، فتيجي عشان تاكل. ويبقى ده يبين حاجة مهمة جدا، ان حب السيدة خديجة ما بيقلش، حب السيدة خديجة زي ما هو، وان حضرة النبي كان بيحبها وحبه هيفضل حتى بعد وفاتها. فعايز صاحبتها تيجي تاكل من الاكل اللي هي بتحبه، عشان يحس ان الاكل ده وكانه وصل للسيده خديجه، والسيده خديجه سعيده حتى وهي في حياتها البرزخيه. نفس نور المحبه ده خلى حضره النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يخلي السيده عائشه تتدلل زي ما هي عاوزه. فالصحابه قوموا قالوا حضره النبي صلى الله عليه وسلم من احب الناس اليك، يعني من الاحياء
مش كل الناس، عشان هو السيدة خديجة كانت الأحب. من أحب الناس؟ أي من الأحياء، ويقصد من الأحياء. فقال عائشة. الصحابة قالوا إيه؟ ليس عن هذا نسألك، يعني بنسألك عن من أحب الناس إليك من الرجال. فقال أبوها. فنسب سيدنا أبو بكر صديق الصدوق للسيدة عائشة، عشان يبين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه بيحب السيدة عائشة. هي دي كانت محبة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلازم نتعلم إزاي نغرس المحبة في قلب اللي بيعيشوا معانا. حضرة النبي كان بيخلي الحب يسري في قلب اللي بيتعامل معاه، بأنه يبين له مكانته عنده. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول للأنصار: لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار. يا على الحب والجمال. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيصرح الحب لكل أصحابه، ويبقى تصريحه بالحب ده علامة من علامات التعليم ليهم ازاي يحب. فعادة النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة، الصحابي يجي يقول له: إني لا أحب فلان. فيقول له رسول الله: هل أخبرته؟ فيقول: لا. يقول له: اذهب فأخبره. يعني إيه؟ روح وراه واجري وأخبره. فعادة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا تطبيق عملي للحب. فقال: إن والله حاجة تدوب، يعني أنا مش متصور لو أنا كنت مكان سيدنا معاذ، يا رب أكون يا رب أكون زي سيدنا معاذ وأسمع حضرة النبي يقول لي إني أحبك. فقال: إني لا أحبك يا معاذ. يا ربنا يحبك لو مليت قلوب الناس اللي حواليك بإن أنت بتحبهم. عايز تمشي ورا النور حضرة النبي، قول لكل اللي حواليك إن أنت بتحبه، وخليك ماشي في حب رسول الله، وقول لهم إن أنت بتحبهم، تمشي في أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا مرة فكرت كم مرة حضرة النبي قال بحبك لأصحابه، لقيت مفيش مربع من مربعات الصحابة إلا وحضرة النبي قال له أنا بحبك. يا رب اجعلنا نتعلم من حب حضرة النبي، ونسقي قلوب أحبابنا دايما المحبة. قولوا لأحبابكم بتحبوهم، كلمة طيبة صدقة تنور القلوب بأنوار حضرة المحبوب صلى الله عليه وسلم. وبدأ بتكلمنا عن حضرة المحبوب، نتكلم نسمع بقى حاجة حلوة عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول حاجة يا سيدي حضرتك كتبتها وانت في مقام المحبة. شكرا يا سيدي والله. ايه هتقول ايه؟ كل الناس تجي وتروح. يا سلام، انا بحب كل الناس، من احب القصائد اللي اتفضل. كل الناس تيجي وتروح، وانت حبيبي ساكن في الروح. كل الناس تيجي وتروح، وانت حبيبي ساكن في الروح. مطرح ممشي عطور وفتوح، من نورك يا عيوني تفوح. انت حياتي وكل ما ليا، اصلي عليك فترد عليا، فاشوف الجنة بعيني، وياك الحضرة باب مفتوح. لما الهم علي بيكتر، واحس ان العزم مكسر، اذكر حبك قلبي ينور. حبك يا ما دوى لجروح، أعصي وأندم من أوحالي، أجري عليك واشكي لك حالي. أعصي وأندم من أوحالي، أجري عليك واشكي لك حالي. أبص لقيك بالبسمة أبالي، أبص لقيك بالبسمة أبالي. ما هي بسمة بترد الروح، تسمح لي يا حبيبي بخدمة
ورجائي ملموس بالدمع اتفضل على قلبي بضمة وانا كلي هيدوب ويروح تسمح لي واكون خدامك وامرغ قلبي بمقامك وبنظرة ادخل في امانك ولعمري بالسر ابوح كل الناس تيجي وتروح وانت حبيبي ساكن في الروح. الله الله تخلي القصائد بتاعتي حاجة تانية خالص يا شيخ محمود. ربنا ينورك ويبارك لك ويجعل حبك لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم نور في طريقك دوما إن شاء الله. وانت عارف ان في إطار المحبة كده بيقولوا ان المدحين كل المدحين بيقولوا كده ان المدحين يدخلوا في زفة حضرة النبي. يعني حضرة النبي هو داخل الجنة يبقى في فرح كده والمدحين يدخلوا مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. المدحين كمان إيه؟ واللي علموا المدحين يا رب كمان. يعني يا رب يجعلوا لنا ربنا بركة ونور. تعالوا نشوف بقى نور من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. حضرة النبي عنده نور غريب قوي. ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده في صحبته كده لما يصاحب حد يبقى نور عنده نور في صحبته غريب شوية. فعنده نور الصحبة. ازاي النور بيتألق؟ انا عارف ان انت وانت سمعني ممكن تكون بتشتكي من قله اصحابك وممكن تكون قله اصحابك لان هم مش فاهمينك. لكن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان مثل الجليس الحسن والجليس السوء كما صاحب المسك ونافخ الكير. لكن شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ازاي علمنا ان نور الصحبه بينعكس على صاحبك. الصحابه كانوا بيهاجروا للحبشه وسيدنا ابو بكر كان عايز يهاجر هو كمان وكمان هاجروا للمدينة وسيدنا أبو بكر عايز يهاجر للمدينة. لكن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول له انتظر لعل الله يرزقك برفيق. فسيدنا أبو بكر قلبه حاسس أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هيصاحبه في الهجرة. وفعلا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اختاره. حضرة النبي اختار سيدنا أبو بكر عشان يكون رفيقه في الهجرة. وعلمنا حاجة مهمة جدا. علمنا أن الصحبة بتكون على أي أساس؟ بتكون على أساس لما تصاحب حد لازم تبقى أمانه. فحضرة النبي كان أمان لسيدنا أبو بكر. أو الله مش أن صاحبك هو اللي يكون أمانك، أنت اختار اللي أنت هتكون أمانه كمان. ويظهر ده في قوله تعالى إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. شوف قال له إن الله معنا مش إن الله معي وستكون أنت في صحبتي. لا، جعل المعية مبسوطة لهم. طب ليه اسم سيدنا أبو بكر لم يذكر في الآية؟ طب ما يخليه، شوف الجمال، طب ما يقول إذ يقول لأبي بكر، ما سيدنا زيد ذكر في سورة الأحزاب. طب ليه بقى هنا ما تذكرش سيدنا أبو بكر رغم أن هناك آية تانية ربنا قال فلما قضى زيد منها وطرا. فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ربنا عارف وحضرة النبي عارفين رقة قلب سيدنا أبو بكر. وربنا لو قال لحضرة النبي وقال له ولسوف يعطيك ربك فترضى، فمش هيخلي قلب صاحبه يتوجع. لأن في مرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أبو بكر إن السلام يقرؤك السلام، فقال لو أسماني باسمي، فضل يبكي. فسيدنا أبو بكر قلبه رقيق. لذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عارف إن سيدنا أبو بكر مش عايز اسمه يذكر، لأن كل ما تذكر الآية دي ممكن يفتكر حضرة النبي ويفتكر الصحبة دي. مش أنتوا فاكرين لما جه يصلي بالناس السيدة عائشة قالت إن أبا بكر رجل أسيف يكثر من البكاء ويكثر من التخشع، فبلاش. فلو ذكر اسمه ده غير إن أحسن حاجة عند سيدنا أبو بكر إنه ينسب لحضرة النبي، ينسب لحضرة النبي. ولذلك لما سألوه إيه أحب عبادة عندك؟ قال حضرة النبي بيقول له ايه احب عبادة عندك يا ابو بكر؟ قال ان انفق مالي عليك. عارفين ليه؟ عشان تهادوا تحبوا. ان انفق مالي عليك.
وأن أجلس بين يديك وأن أطيل النظر إليك. فالقرآن جه على ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دايما خلي أصحابك يدخلوا في أمانك، فما تذكرش اسم أبو بكر بس تذكر أنه صاحب رسول الله، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وحضرة النبي بيعلمك الجدعنة، أن أنت خلي صاحبك يسافر معك ويدخل في أمانك، خلي زوجتك تكون في أمانك، خلي أولادك يكونوا في أمانك، لأن دول صحبتك اللي أنت لو دخلتهم في الأمان ربنا هيأمنك بيهم. فلو عايز يبقى عندك نور الصحبة خليك جدع. الجدعنة والشجاعة والمحبة والأمان اللي بتبذله للناس هو دوت اللي يخليك ماشي في نور حضرة النبي. الشيخ محمود، كلمنا عن نور حضرة النبي ونور الصحبة، وإحنا في صحبة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فنسمع كمان حاجة تكتر الصحبة. إيه؟ لولاك يا زين. يا سلام، حلو أوي لولاك. لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا ولا وجودي، اللهم صلي على الحبيب محمد يا ربي صلي عليه وسلم، ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي، اللهم صلي على الحبيب محمد يا ربي صلي عليه وسلم، ولا شجاني وميض برق بناقر دف وصوت عودي، اللهم صلي على الحبيب محمد يا ربي صلي عليه وسلم، فيا ليالي الهنا علينا عودي لي خضر منك عودي، اللهم صلي على الحبيب محمد يا ربي صلي عليه وسلم، عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود، اللهم صلي على الحبيب محمد يا ربي صلي عليه وسلم. الله يزيدك نور وبركة زي ما بتفرحنا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا دايما الحلقات دي حلقات فرح، إحنا جايين نفرح بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، والفرحة تفتح القلوب عشان تتغسل بأنوار المحبوب. يا رب اجعلنا دايما مع حضرة النبي ومع أنواره وبركته. نخرج لفاصل ونرجع تاني وإحنا في حضرة الحبيب بنشم أجمل طيب مع حضرته عشان قلوبنا الطيب بحضرة الحبيب. رجعنا لحضراتكم واحنا مغموسين في انوار حضرة النبي، انوار اللي بتنقي قلوبنا وتخلينا موصولين بحضرة النبي. ولسه معانا فضيلة الشيخ المنشد محمود خليف اللي مشرفنا ومنورنا وبيزيدنا نور كمان واحنا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نتكلم بقى على نور جميل جميل جدا جدا من انوار حضرة النبي. حضرة النبي كان بيحب التفاؤل وبيحب الفعل الحسن، وعشان كده كان بيحب البشرة، ففي نور اسمه عند حضرة النبي نور البشرة، وخلاها نور عجيب بيغير أحوال الناس. جات امرأة عجوز لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم
بتقول له ادعي لي ربنا يدخلني الجنة. فكان ممكن يدعي لها بكده وخلاص، مرة قال له سبقك بيع عكاشة وخلصنا. بس لكن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لازم يخلي البشرة جميلة ويخليها في شكل هدية، فيبقى البشرة تدخل السرور بقمة ما يكون. فقالت له ادعي لي ادخل الجنة، فقال لا، لا يدخل الجنة عجوز. فبكت المرأة، لكن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لن تدخلي الجنة وأنت عجوز، لما تدخلي الجنة هتكوني رجعتي تاني بكر وصبية وشابة، وإيه اللي حصل ويعود ليكي جمالك. فهي طلبت الجنة بس، لكن حضرة النبي جمال عشان يزود الجمال مش بس بشرها بالجنة، لا بشرها بالجنة والجمال مع بعض. الصحابي أدرك الركوع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإيه اللي حصل؟ فلما أدرك الركوع فرح بأنه أدرك الصلاة، فقال دعاء حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعوش قبل كده، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخر الدعاء. فبعد ما صلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم خلص الصلاة، فحضرة النبي يقول من قال ما قال. فالرجل هو تكلم في الصلاة فخايف يكون عمل مصيبة وأبطل صلاته وأبطل صلاة الصحابة، فسكت. فراح حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لي من قال ما قال وقد قال حسنا. يعني إيه اللي حاصل؟ من قال ما قال وقد قال حسن. فالصحابي كده راح رفع ايديه خلاص واطم. حضرة النبي يقول له ايه؟ شوف حضرة النبي، شوف لما يبشروا يبشروا ازاي. يقول له لقد رأيت 32 ملكا يبتدرونها ايهم يرفعها الى السماء. فحضرة النبي كان بيشوف كل حاجة وعارف ان الصحابة اللي وراه مين اللي قال الكلام ده، بس هو عايز يهديه هدية ويخليه سعيد. وحتى لما الصحابي خاف حضرة النبي أمنه. فإيه اللي حصل؟ فبقت الهدية وبقت الفرحة اللي عملها له حضرة النبي صلى الله عليه وسلم آدي كمان نور من أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فعشان كده حضرة النبي قال له لقد رأيت 32 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها إلى السماء. عشان كده لازم نعرف أن حضرة النبي كان بيحب البشرة على الدوام، ومعنى ذلك أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم دايما كان بيبشر أصحابه. حضرة النبي بيحب سيدنا بلال، ولكن وليه مكانة خاصة عند حضرة النبي. فقال له يا بلال ماذا تفعل؟ لقد سمعت خشخشة عليك في الجنة. حضرة النبي هنا بيعلمنا حاجة غريبة قوي، بيعلمنا إيه؟ أن اللي يحب حد يحب كل تفاصيله، لدرجة أن حضرة النبي كان عارف صوت نعل سيدنا بلال. أنا والله لو تقال كده أدوب. فلما قال له أنه هو كل ما توضى يصلي، فقال له فبهذا بلغت ما بلغت. حضرة النبي بيعلمنا أن احنا دايما نكون بشر للناس اللي حوالينا. أنا بشوف ناس كتيرة يقولوا احنا عايزين نخلي الناس ما تتصدمش، فدايما يصدوا الناس ويقولوا لهم كلام يقال إيه، عايزينهم يخليهم واقعيين. كتروا بشر ما بين الناس، والبشر مش كذب، البشر يقين ورجاء في رب العالمين. كتروا البشر تكونوا مع خير البشر. الله. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ محمود ربنا. نسمع حاجة بقى نطيب قلوبنا، بما أننا سيدي في مقام الأنوار دي، فنسمع نرجو أن ربنا يرحمنا فنقول مولاي كتبت رحمة الله. يلا حلوة قوي دي. مولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرم، فالمرجع بين
يديك إن زل قدم. آمين يا رب العالمين. آمين. يزيدك نور وبركة يا شيخ محمود. نور الرحمة بقى ده نور مشهور عند حضرة النبي، ده أنوار نور الرحمة، ده بقى نور ملوش وصف عند حضرة النبي، ده النور الأكبر من أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، واللي ربنا اختاره عشان يعرفنا به حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حضرة النبي شق صدره 3 مرات، مرتين وهو صغير ومرة قبل البعث، والعلماء قالوا إن شق صدره فأخرج حظ الشيطان من قلب حضرة النبي. يعني إيه؟ فقالوا أخرج حظ الشيطان، حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مش وارد إن هو يعصى، ولا وارد إن قلبه يكون فيه حظ للشيطان من الوسواس. أمال يعني إيه أخرج حظ الشيطان من قلبه؟ يعني أخرج حظ الشيطان من رحمة حضرة النبي. هو مش رحمة للعالمين والشيطان من العالمين؟ فأخرج حظ الشيطان لكي لا يسترحم، لكي لا يطرب حضرة النبي الرحمة لإبليس. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة لكل حاجة، رحمة للحجر والشجر والجبال. وعلمنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال الراحمون يرحمهم الرحمن تعالى، ارحموا من في الأرض، كل من في الأرض يرحمكم من في السماء. مرة جه ضب يشتكي لحضرة النبي فحن عليه، واسمعوا بقى حنين الجزع. حديث حنين الجزع ده كان سيدنا الحسن البصري لما يذكره يبكي حتى يغشى عليه. ليه؟ بيقول لك ان الجزع لما سابه حضره النبي وبنى له غلام بني النجار المنبر وراح واقف عليه حضره النبي، الجزع بكى وحن. حن يعني ايه؟ اتشحتف. فحن الجزع حتى الصحابه سمعوه، فحضره النبي صلى الله عليه وسلم رحم الجزع وراح واحتضنه وقال له أغرسك أم أن تكون رفيقي في الجنة؟ فالجزع من كتر حب حضرة النبي وحنيته ورحمته قال بل أكون رفيقك في الجنة. سيدنا حسن لما كان يسمع هذا الحديث يقول حن جزع لرسول الله، ألا تحنون لرسول الله؟ فمن رحمته اداله حضرة النبي الاختيار، ومن ذكاء الجزع اختار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومرة قاعد صلى الله عليه وسلم وقاعد سيدنا الحسن معه وسيدنا الحسين، فمقعدهم على رجليه وبيقبلهم، يدخل عليه الرجل الأعرابي يقول له يعني منظر ده مش منظر كبار ولا منظر ملوك ولا منظر، فيقول له أتقبل أبنائك؟ إني عندي 10 من الأولاد ما قبلت واحدا منهم. فيقول لحضرة النبي ماذا أفعل إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ وحضرة النبي رحم حتى الجبال. فقال عن أحد ماذا؟ لما حس ان الصحابه ممكن يتشائموا بيه وهو راجع مره للمدينه، فبص لاحد فقال ايه؟ احد جبل يحبنا ونحبه. فحضره النبي صلى الله عليه وسلم لما قعد على احد، احد اتهز زي ما بالفعل ما بيقول الشاعر كده، زي ايه؟ زي الواحد لما حبيبه يلمسه فيرتعش من كتر المحبه. فقال له ايه؟ اثبت احد، زي ما بالشعر بيقول ايه؟ واني لتعروني لذكراك هزه كما ابتلى العصفور بلله القطر. فقال اثبت احد، فما عليك الا نبي او صديق او شهيد. فقال له اثبت احد، بيحن عليه بدل ما يقعد كده مهتز ومضطرب. حضره النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش جبل احد، لكن قال له ايه؟ لكن قال له احد جبل. يبقى ايه اللي حاصل؟ يبقى احد جبل يحبنا ونحبه. يبقى حاول تزود في قلب اللي كل اللي حواليك رحمة، حاول تزود في قلبك رحمة، وحاول ترحم نفسك من الأفكار السوداء، الأفكار اللي بتدمرك، الأفكار اللي بتخلص عليك، الأفكار اللي بتجعلك بتجعل الإنسانية تتلاشى فيك. وأعرف أن حضرة النبي مش هيسيبك لوحدك، وأكيد لو صليت عليه قلبك هيطمئن وهتنال حلاوة ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإزاي ما تطمئنش قلبك وإنت بتصلي على المحبوب؟ يا رب اجعلنا من أهل الصلاة ومن أهل المحبة على الدوام. شيخ محمود محتاجين بقى إيه؟ يلا قمر، وفي قمر غير حضرة النبي؟ مش حضرة النبي
الصحابة كلهم كانوا عارفين حضرة النبي قمر، ولذلك اللي حصل حضرة النبي انشق له القمر. القمر قال له الدنيا ما بيبقاش فيها قمرين بدل حضرة النبي بسوس لي. ودايما أقول القمر دي ليه انشق القمر؟ لأنه كان يريد أن يحتضن أنوار حضرة النبي بين أجزائه، فانشق عشان بس إيه يبقى نور حضرة النبي ما بين إيه ما بين أجزاء القمر. وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي يقول جعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة قمراء، فأنظر إلى وجه رسول الله وأنظر إلى القمر، فلوجه رسول الله أضوء من القمر. فلازم نقول قمر. وأجمل منك لم تر قط عين، وأطيب منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله. وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله. وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد. حبيب الله يا خير البرى يا قمر، قمر قمر سيدنا النبي، قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. ولا ظل له بل كان نورا، الله الله، تنال الشمس منه والبدورا، الله الله. ولا ظل له بل كان نورا، الله الله، تنال الشمس منه والبدورا، الله الله. ولم يكن الهدى لولا ظهورا، ولم يكن الهدى لولا ظهورا، ولم يكن الهدى لولا ظهورا. وكل الكون أنار بنور طه، قمر 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 سيدنا النبي، قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل.
الجمال ده كله؟ يا جمالكم يا سيدي. الله أكبر. حاجة بديعة وحاجة نور وحاجة فضل وحاجة نور قوي. الله يسعدك شيخ محمود، أنت شرفتنا ونورتنا وباركتنا، وأعظم حاجة أن احنا اجتمعنا على حب رسول الله وعلى أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فشكرا ليك وعلى جمالك وعلى فضلك وعلى روعتك. الحمد لله على رسول الله يا سيدي. الحمد لله على رسول الله. دائما احنا بنقول الحمد لله على رسول الله، وربنا يكرمنا ويكتب لنا صحبة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكتبنا وندخل الجنة في ايديه، وقبل الجنة في الدنيا هنا يمسك بايدينا ويتخنا في حضرته. يا رسول الله، إننا ندوب شوقا إليك، ونحن نعلم أنك أنت الذي بدأتنا بالشوق. فيا رسول الله، يا حبيبي، ويا كريم، ويا ودود، يا حسن الخلق، يا من علمك الله سبحانه وتعالى عظم الجود، تقبل منا حبنا، وتقبل منا يا رسول الله أن نكون في صحبتك، وأن يكون في يدك، فادخلنا حضرة مولانا. وأقول لك يا رسول الله، سيدي يا روحي وحياتي، أنت فرحي وأمنياتي، أنت رحمة ونور لقلبي، والجمال بيزيد يوماتي، قلبي كله شوق إليك، نفسي عمري أشوف عينيك، بتناديلي تعالى قرب يا حبيبي مشتاق إليك، كل يوم قلبي يطير للحبيب طاعة البشير، ولما تلمع قبته للجمال أصبح أسير، وكل لما عليك أصلي أحس بإن حتة مني تسري مني لروضتك وتلمس الشباك بكلي، لولا حبك ما كنت أقول ما الجمال شرحه يطول، لما شفتك حسيت كأني شربت من كاس الوصول، أيوة حاسس إني شايفك، ما انت قلت انا عارفك، ضمني جوه في عبايتك واغمرني دايما بعطفك، يا حبيبي ويا هنايا، يا طبيبي ويا دوايا، نفسي اعيش في صحبتك، وهي دي اصل الحكايه.